السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. ليش الصياح وليش النياح وليش لطم الوجوه وليش شق الجيوب الثياب وليش إخراج الدم من الأجساد؟ ليش نظهر بهذه الصورة حتى نظهر الحزن ونقيم المآتم في يوم عاشوراء؟ ليش؟ إذا كان على موت أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم مات الأنبياء قبله إخوانه وما فعل هذا، وقتل بعض الأنبياء قتلوا وما فعل هذا، قتل أصحابه، قتل حمزة رضي الله عنه في يوم أحد ومثل به، وما حزن النبي على مصاب أصابه كحزنه على حمزة وما فعل هذا. هل يصح هذا الذي يفعل اليوم من الصياح والنياح ولطم بحجة أن مقتل الحسين؟ نحب الحسين والحسن وأبوهما علي وأمهما فاطمة وآل بيت النبي كلهم والصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، لكن لا نفعل ما لم نؤمر به أو يفعله النبي وصحابته. أقول لو صح ما تفعله الشيعة اليوم من لطم وصياح ونياح وإظهار حزن ومآتم، لو صح عقلا، وهو لا يصح لا عقلا ولا نقلا، معنى ذلك أننا كل يوم نبغى نصيح ونبكي ونحزن على عظيم قد مات، لأن ما في يوم في السنة إلا يوافق مقتل أو موت عظيم من عظماء الأمة. هذا أمر لا يليق، وليس هذا هو ديننا. إضافة إلى ذلك، علي بن أبي طالب ألم يقتل؟ طيب ابنه الحسين رضي الله عنه اللي أنتم اليوم تنوحون وتصيحون عليه، ابنه الحسين أيعلم أن أبوه قد قتل؟ وجلس الحسين بعد علي بن أبي طالب 21 سنة، عاش 21 سنة، ما فعل ما تفعلونه اليوم أبدا. أي تناقض هذا؟ هل نحن نبتدع أو نتبع؟ إن كنا متبعين فهذا الفعل لا يجوز. هذا أظهر الإسلام وأظهر الأمة بشكل مزري مخزي فاضح مشين، حقيقة لا يليق. والله لو أن الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن آل البيت وعن الصحابة أجمعين كان حيا لم يسعه إلا أن يتبع سنة جده رضي الله عنه صلاة وسلاما على النبي عليه الصلاة والسلام، ولعاقب من يفعل هذا الأمر من أجله من لطم وشق للجيب ومن إظهار دم وحزن ومأتم. هذه هي سنة آل البيت، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يا جماعة كان يصوم هذا اليوم حتى قبل الهجرة، قبل يأتي المدينة كان يصومه، وكان صيام يوم عاشوراء واجبا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وكلكم يعرف أن رمضان فرض في السنة الثانية، لما فرض رمضان فرض أيضا على مرحلتين، كان في البداية على التخيير ثم أصبح وجوبا، ولما أصبح رمضان واجبا نسخ صيام يوم عاشوراء وجوبا وأصبح استحبابا. فعلم الرسول أن اليهود يصومونه وسأل لما يصومونه، قالوا لأن الله نصر فيه موسى وأهلك فيه فرعون، فأصبح صيام عاشوراء سنة. ولكن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود تعظم هذا اليوم فأراد مخالفته، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مخالفة لليهود. إذا من أين جئنا بمثل هذه الأفاعيل؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته إلا أنهم صاموا يوم عاشوراء، ولذلك لم يفعلوا أعمالا مخصوصة في هذا اليوم. احمدوا الله على النعمة العظيمة. ختمت سنتنا وعامنا الهجري، ختمت بماذا؟ بحج وصيام يوم عرفة لمن لم يحج، وبدأت سنتنا أيضا الجديدة بشهر حرام وصيام في مثل هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء. أعمار الأمة قصيرة، فالله جل وعلا يكافئها ويعطيها أعمال قد تكون هي صغيرة، صيام يوم يكفر سنة ماضية. فهذه نعمة ومن أيام الله، استغلوها بالطاعة واتبعوا سنة رسولكم وأبشروا.